أعرب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أعرب عن استنكاره لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الوحدة الوطنية وبث الفتنة في المجتمع البحريني، داعيا إلى وحدة الصف والوقوف خلف القيادة لتحقيق البناء والتقدم ورفع راية مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية كافة. أكد مجلس الشورى في بيانه أنه تابع ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من انفلات وفوضى استهدفت بث الفتنة والتعريض لشخصيات وطنية مشهود لها بالدور الكبير في خدمة المملكة والارتقاء بها. أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات الخارجة عن العادات والتقاليد البحرينية والتي لا تمت للوطنية بصلة ولا تعبر عن حرية الرأي والتعبير وتهدد السلم الاجتماعي الذي تعيشه مملكة البحرين في عهدها الزاهر، مؤكدا دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة لوأد الفتنة، مشيدا في هذا السياق بالتصريح المسؤول العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، قائد الحرس الملكي، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي أكد من خلاله على الثوابت الوطنية للمملكة وأهمية وحدة الصف الوطني في مملكة البحرين والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي تميز مجتمعنا وفي مقدمته الالتفاف خلف قيادتنا. إلى ذلك وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وذلك تنفيذا لالتزامات المملكة أمام المجتمع الدولي باعتبارها عضوا في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة. واختتم المجلس أعماله بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.